عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اللي عنده صباح صباح الخير، واللي عنده المساء مساء الخير عليكم. اليوم ان شاء الله غندير معكم الفغرير المغربي. دابا راه كلشي ولا كيديروا. عندي نص كيلو تقريبا شي حاجه، عندي معشقات العسل، بسم الله، عندي بيضه محيده من الناس داك البيض تاعو خليته باش يجيني اللون صفر، وعندي هنا الملحه، عندي الخميره والماء، نص كيلو تاع الطحين ونطحنو من بعد. شكرا لكم خوتي خواتاتي اللي كتدخلوا عندي، اللي كتشوفوا المشاهده، اللي كتشاهدوا الفيديو. كنشكركم بزاف خوتي خواتاتي. انا راه كندخل خوتي، انا دخلت عندكم مره، ديروا في بالكم راه ما عمري ابوني ما عندكم، واخا ما نجيش عندكم بجوج فيديو ثلاثه، نهار دائما تلقوني عندكم ان شاء الله يا ربي، ولا تكون ميزان حسناتكم. بسم الله. دابا غندير هاد العسل، اللي معشقه تاع العسل، باش يجي اللون تاعي احمر. بسم الله. وغندير خمارة من بعد، شويه تاع الملح، قدر ديال قدر تاع تاع الكريب مغرير. راه عندي خميره، عندي هنا الماء شويه دافي، الماء على حسب الخليط كيفاش يكون، تقريبا شي نصيطه هكا. بسم الله. نخلطو، ندير في الميكسر باش ما يحبش ليكم هذاك الشيء. ندير نصيطرو، غنزيد ان شاء الله تقريبا زيت نصيطر اخر، نخلطو مزيان باش ما يتكوزش ليا الروبو ديالي. دابا غندير هاد البيضه، الخضر ديالي يطرو في نص كيلو تاع الطحين. دابا غنمكسيه ونتلاقى معاكم خوتي. يعني طحنو تقريبا شي ربع ساعه هكاك، وعاد زيد الخميره تاع الحلوه فيها 11 غرام. بسم الله. دابا ملي طحنتو 10 دقائق، دابا غنزيد عليه الخميره تاع الحلويات، صافي ما نخلي ليها كمل لا والو. والو، وغادي نطحلو تاني شي 5 دقايق. ها القوام ديالو خوتي، ها هذا هو القوام ديالو، ما خفيف ما ثقيل، كتشبه شويه لا كريم فرونسي. كنديروش تقيل بزاف باش كيجي تبارك الله بحال الشهد، البنات هي تقيل كيجي مدقص ما فهمتش. انا كنديرو خوتي خفيف بحال هكا، نص كيلو قليل، نص كيلو شويه فايت شويه، تقريبا هز ليا جوج يطرط الماء وشاد منو هاد الشويه. وكلكم على الطحين ديالكم خوتي، صافي بقينا خواتاتي. شكرا لكم خوتي خواتاتي، كنشكركم بزاف. ردت خوتي، واخا انا ما عنديش خواتات، درت خواتاتي في اليوتيوب، جيت فرحانه بزاف، كيدعوا معايا كيشوفوا لي فيديوهات. كنشكركم خوتي خواتاتي. ها القوام ديالي، باقي خليه 5 دقائق، ما تفوتوش 5 دقائق. شو اسمها دايره فيه الخميره تاع الخميره ديال الشيميك هذيك، ما خصكش تخلوه بزاف. دابا نخليه يبوس 5 دقائق ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد. شفتو خوتي كيفاش كيجي تبارك الله ما شاء الله،
يجي ما شاء الله. مارتش كيبان لكم وكيبانش خصكم ديرو خوتي خفيف، لا بغيتي يجيكم الكريب هكا بحال الشهده يكون خفيف خوتي. ما شاء الله ما شاء الله كيجي كيحمق، ما نقولش لكم الخفه كيفاش كيجي. هاد التليفون ما عطيش حقه، خليه يسقى ماشي 4 دقائق هكاك. انا ما تسمى كيحيرنيش دغيا كنوجدو، يعني خصك تخليو الخميره خوتي خفيفه، خليتو قاصحه كيجي غليظ وما كيجيش زوين. تقدر تهزي غير بيدك شوفوا الخميره، شوفوا العجينه خوتي كي ما شاء الله كيجي. انا ما نقولش لكم خوتي واش كيبان لكم مزيان ولا ما عرف. خوتي تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيجيك بحال الشهده ما شاء الله تبارك الله. وصلنا نقولوا خاليه النحل، حيت انا الخميره كنديرها خفيفه ما كنديرهاش ثقيله خوتي. لا بغيتو تتبعوا الطريقه تاعي صنعها، كله عنده فكره، حيت انا مجربه داك الثقيل كيجي مطنس كيجي غليظ كيجي مدقص، هذا تبارك الله كيجي خفيف وكيجي. ما نعاودش لكم خوتي خواتاتي، ولا جربت الوصفه ديالي بصحتكم خوتي، تاكلوا بصحه ولهنا يا ربي نتوما وليداتكم. دابا ما خبيت عليكم والو خوتي، انا كشوف كيفاش العجينه كنديرها خفيفه. بغيتو القريب يجي البغريد المغربي يجيكم واعر وخفيف، العجينه تكون خفيفه، درتو قرصحه راه كيجي زوين. نكمل نتلاقى معكم،
وكيجي مطقه بخواتاتي. وا خوتي ساليت كريب ديالي جا بحال هوك، ما نقولش لكم راه التليفون ما عطيه شي حق، جا كيحمق. الزبيده ملي كتسال وكديروا الزبده، زوين 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 ما شاء الله جا. وضروري العسل ضروري خوتي العسل، ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله هاد البغرير ديالي اليوم جا زوين، جا نقول حنا جا خفيف وجا زوين وجا ما نعاودش لكم كيفاش جا. فوالا واه شهية طيبة. نتمنى عجبكم هاد الفيديو، لا عجبكم هاد الفيديو ديروا لنا لايك وبارطاجيو فيديو فيك لا شمس طفلي. واه شهية طيبة، مبروك نهاركم وشكرا بزاف، بقوا على خير. الي تهلاو لي فراسكم، هاي بسلامة، باي باي.